لا أستاذ نبيل، إحنا مش جايين هنا عشان نختلفوا كده. شوف الحاجات اللي موجودة في الرواية الكويسة وقولها للأستاذ علاوة وخلصنا. بقول لك إيه، كفاية سخافة بقى، قول أي حاجة حلوة عشان الليلة تعدي على خير، عايزين نروح. ها لا الظاهرة الإيجابية الوحيدة في وراء نوم وراء الليلة هو الطموح والاجتهاد الذي يمكن أن يؤدي في المستقبل البعيد إلى أن نرى شكل مسرحي ناتج عن هذا الحماس وهذا الاجتهاد بدلا من هذا البراء الذي شاهدناه الليلة. نجلة، قبل ما تقولي أي حاجة، في موضوع مهم كنت عايز أكلمك فيه. اللي حصل ده كان غلطة. بالعكس، أنا شايفة اللي حصل ده عين العقل. يعني أنت موافقة؟ طبعًا، في حد يسيب جوزة زي دي؟ لا أنا مستغربك. أنت طبيعية يا نوجة؟ وإيه الغريب في كده يا عمر؟ عادي يعني، ياسر أي بنت تتمناه. ياسر؟ ياسر مين؟ في إيه يا عمر مالك؟ ياسر اللي شغال معاك في الشركة. ماله ياسر؟ اتقدم لفرح النهاردة. واو! هايل يا زلمة، ده ابن حلال جدا. ماشي يا عمر، قول لي بقى كنت عايز تقول لي على ايه. انا كنت عايز اقول لك حاجه. في ايه يا عمر مالك؟ كنت عايز تقول لي حاجه. نوجة بقى بطلي هزار، انا بجد كنت عايز اقول لك حاجه. لا انا اللي كنت عايز اقول لك على حاجه. في ايه يا عمر؟ ما تقول يلا. هو انا ممكن اكون اتعديت من ابوكي بجد وجالي زهايمر تاني يا عمر؟ هو يا ابني دور برد وهتتعدي منه؟ ده زهايمر. ما تاخديش في بالك.